دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رئيس أذربيجان إلهام عليف إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية في ناغورني قورتباغ. وقال بلينكن في منشور على منصة إكس: لقد تحدثت إلى الرئيس الأذربيجاني عليف اليوم ودعوته إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية في ناغورني قورتباغ، ومن الأهمية بمكان أن تقوم أذربيجان بتهدئة الوضع من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع. وأسفرت العملية العسكرية الأذربيجانية التي بدأت الثلاثاء للسيطرة على إقليم ناغورني قورتباغ المتنازع عليه في جنوب القوقاز عن مقتل 27 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين، ومن بين المصابين 29 مدنيا ونحو 7000 شخص من 16 تجمعا تم إجلاؤهم بسبب قصف القوات الأذربيجانية. وشنت أذربيجان صباح الثلاثاء عملية عسكرية كبيرة ضد إقليم ناغورني قورتباغ المتنازع عليها بدعوى معاقبة أرمينيا على انتهاكات وقف إطلاق النار في عملية لمكافحة الإرهاب ذات طابع محلي لاستعادة النظام الدستوري. يذكر أن ناغورني قورتباغ يقع على أراضي أذربيجان لكن تقطنه الأغلبية من الأرمن، كما أن له حكومة محلية هي جمهورية إرتساخ غير المعترف بها. وأشارت وزارة الدفاع الأذرية إلى أن الحملة ستستمر حتى انسحاب القوات الأرمينية من المنطقة التي تم تحديدها في اتفاق وقف إطلاق النار في حرب 2020.